قلبي مثل حرق الجمر، غلطتي خليت في ايد الامر، استغلطي بي وكسر قلبي كسر، غلطتي الو، على شرفة حبيبتي. صدقين عاد عمرك طويل اليوم يا بدق عليك. عمري تدلي. ايه دل. تم فعلك. حاضر من عيوني. خل بس ابدل ملابسي ويلك مسافة الطريق. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. الحين ما قلتي لي في شيء ثاني بخاطرك، ناقصك شيء عشان لا يصير لا علي ولا عليك قاصر؟ شوف يعني هو مبدئيا ماكو شيء، بس اوعدك. شلون يعني ما توعدين؟ يعني انا اخاف تطلع لي شغله اخر شيء، اغير رايي، اشوف شيء ويعجبني، ما ادري. سمعيني سمعيني، ترى ما بقى شيء على العرس، اذا عندك شيء خلصيه الحين بسرعه. واي عبد الله ايش كثر تحن؟ خلاص ترى ما توقعتك كذي. اكيد بحن وحاتي، باكر اذا نقصت شيء بيقطون السالفه كلها براسي انا. لا ان شاء الله ما راح ينقصني شيء. وبعدين كافي وجودك. خير حبيبي، لما كلمتش قلتي لي تبين تدقي لي، تبيني في موضوع. شوفي كان خير حبيبتي، ماكو بس كنت بعزمك على عرس ولد خالي عبد الله. صدق حبيبتي مبروك، الله يهنيهم يا رب. الله يسلمك. بس ها مو ماتين، ابيك اول معازيم.
زين وامي وابوي ايش فيهم؟ يعني انت ما تعرفين ايش فيهم؟ لو دروا اني جايه العرس شو بيسوون؟ انت اكثر وحده عرفتهم. ايش اقول لك والله؟ ايش اقول لك الصراحه؟ لازم تعطينهم تفاصيل العرس ومنو اللي رايحت له، قولي عرس رفيجتي وخلاص، ما راح يحققون معك. خلاص ان شاء الله ان شاء الله جايه، لا تزعلين. تشرفينا حبيبتي. شروفه ايش فيك؟ احسك مو طبيعيه. قلبك كلام، عندك سالفه، عندك حكي، وقولي لي حبيبتي. صراحة يا اسرار في سر وايد كبير في قلبي خاشته من سنين وجاء الوقت المناسب اللي لازم اتكلم فيه وانا ما عندي حد غيرك امن على سر يبا دام السالفه فيها سر خلنا نطلب عصير على الاقل يلا ابو علي يرحم والدينك ما بيتوهق شيك لي على الحجوزات ابي تذاكر السفر والفنادق حتى الطيران داخلي تكفى ابو علي مو تنسى عمرك انا عمرك الليله لا تنساني ابو علي يلا سلام سلام خلاص ضبطت كل شيء بخصوص السفره متى ان شاء الله ان شاء الله بعد العرس بيومين بعد العرس بيومين ليش مو من ثاني يوم؟ لا يبا من صدق انت انا ارد من العرس تعبان ولوية العرس اطير على الاقل اريح يوم صراحة انا الود ودي اروح المطار بطرحتي وبعدين يعني خل نغير شوي انت من صدق الظاهر وايد تابعين افلام مصرية يا معودة بس خلنا ناكل ذبحنا اليوم خلنا نطلب شيء اكسكيوز مي انا بعد يا انا اكلهم حلو هني والله يمدحون المطعم هذا بس سمعيني ترى بعد العرس ولوية العرس والسوالف هذه خلاص ما باكل مطاعم ابي اكل من ايدك كل يوم إيه خير ان شاء الله لا حبيبي ترى انا احب اقعد بمكاني وابلع على كيفي وبعدين انا ما راح اطبخ ما راح اسوي شيء إيه اخاف ايدي واظافري يختربون وعلي كنسل تذاكر زين يلا خلنا نطلب اكسكيوز مي
الو هلا عمتي. إيه لا توني مخلصة محاضرة. اوكي بس ما تبين شيء ثاني؟ خلاص اوصل الصيدلية وديك. حاضر اوكي ان شاء الله. يلا باي باي. ايش عندي انا الحين؟ كل عام وانتي احلى شوق شفتها بحياتي. Skyscrapers and palm trees is my neighborhood, just a few miles from South Beach, but a world away. And growing up in a place like this, you learn pretty quick that you have to speak louder than everyone else if you want to be heard. Because the truth is, شيء اللي قاعد تقولينه ما يدش المخ. يعني معقولة اختفت كذي؟ زي والحب والتضحيات والعشرة هذا كله راح كذي؟ لا تقولين لي شيء مو معقول. زادت المشاكل بالأيام الأخيرة بيني وبين فواز، صار يتعمد يسوي المشاكل، حتى جت فترة صارت تصرفاته وايد غريبة، كله ما يداوم ويسقط، ما أعرف شنو اللي غيره. شريفة لا تقولي لي انك انتي موقفة نصيبك عشان هالسالفة. اكيد لا تنسين ان اهلي ما يعرفون بموضوع زواجي، كيف بتزوج الحين؟ انزين انتي ما حاولتي تسألين عن اهلها؟ عن ناس يعرفهم ما حاولتي؟ ما في مكان ما سألت عنه فيه، لكن للأسف اختفى، وانا من يومها بالي وعقلي مشغول، مشغول على بنتي رهف مو مع فواز، كل همي اني القاها يا اسرار. ان شاء الله تلقينها يا رب. انزين هي كم صار عمرها الحين؟ داخله على 12 سنه. تخيلي يا اسرار ان بنتي عمرها 12 سنه وما شفتها. رحت الصيدلية؟ بسم الله اخترعت. إيه رحت جبت الأدوية. ليه شنو هذا؟ ورد وهدية من منه؟ سارة رفيجتي تعرفينها؟ من سارة. والله زين طلعت ما تفشل. منو سارة؟ عجيبة سارة بالعكس حبيبة قلبي. تعالي بسألك سؤال، هديتي وينها بالله؟ تبين هديتك؟ أظن ما تحتاجين هدايا عقب اللي عطتك يا سارة. لا ايش دعوة ولو بعدين انت يعني السيح والحب الاول والاخير ويعني شنو اعبر لك بالدنيا عندي انت. زين 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 اخذي هداياك هذه وطلعي فوق غيري هدومك ونزلي. ها
وايد انصدمت لما دريت عن السر اللي كانت خشته عني شريفة طول هالسنين. شو طلع منها كل هذا؟ أنا أعرف شريفة عدل. شريفة إنسانة طيبة، حبوبة، شلون يطلع منها كل هذا؟ بس ما أنكر إن هالشي ذكرني بأبوها. بس الفرق إن فواز ما تخلى عن بنته. أنا أبوي تخلى عني. بس على العموم الجرح واحد والألم واحد. أحلى شيء بقانون هالحياة إنه مو لازم النهايات تكون سعيدة علشان يكون في إثارة بالحياة. خليك بالسيارة وراقب الوضع، مفهوم؟ اوكي. كل شيء تمام؟ ان شاء الله. تفضل. والله على بالي انت تغشمر، حسيت من صدقه. يا اهلا، انا كبرك اتغشمر معاك؟ زين، يعني انت خلاص الحين معزم؟ عقب هذا اللي سويته وتقول لي معزم ولا لا؟ فيك انت معزم وما باذني ماي بعد. اسمعني، هذا اللي قاعد اسويه ترى من مصلحتنا. والله حسين ما ادري انت ايش قاعد تسوي، والله ما ادري. انت بس سكر حجك ومالك شغل. يبا ايش فيك؟ انت العروس مو انا. تو الناس ايش فيك؟ اخلص من الشركه وامرك. اكيد بكون معاك. ايش فيك خبل انتي؟ يلا اوكي، باي. باي. هلا. ايه خلوه يتفضل. هذا من وين طلع؟ صباح الخير. ايه ايه، يعني الموضوع طلع سهل يا اخوي. انا عبالي الموضوع حيل صعب. لا، دام كذي انا اعتمد عليك. خلاص تم، مشكور، ما قصرت. فهم الله، مع السلامة. انت هني وانا صار لي ساعة اتصل لك وما ترد علي؟ ليش؟ صاير شيء؟ مو صاير شيء، بس يا اخي ما صارت سالفة هذه. ليش ما تداوم في الشركة؟ انا بس وظيفتي قاعدة وارجع لك. اي راجعي لي. ايش عندك انت؟ ما عندك شيء، قاعدي راجعي. لا والله، تحكي قول لي سالفتك. لا حول ولا قوة. بعدين بتعرفين.
مو الحين، انا الحين حدي مو فاضي. لا مبين مو فاضي، قاعد ومجابل هالتلفزيون وتليفوناتك اللي ما تسكت، الحمد لله والشكر. اقول يا تطسين يا تسكتين. اخرتها بعرف شنو سالفتك يا حسين. انا سمعت عنك اخبار حلوه وايد، وسمعت بعد عن كل نجاحاتك، وفرحت لك والله، كني انا اللي ناجح. من طيب اصلك ما تقصر. هو صحيح مرينا بازمه وظروف، بس الحمد لله امور الحين تمام. الا ما قلت لي ايش تشرب؟ قهوه. حلوه صح؟ عطنا وحده قهوه حلوه. حمد خير شيك؟ بسألك سؤال وبيك تجاوبني بصراحة، أعرفك أنت ما تكذب مثل أخوك. وليش أكذب؟ شنو السؤال اللي بقوله؟ إيش صاير؟ إيش عندك أنت وأخوك هالأيام؟ يا أخي غريبين، تطلعون وتردون مع بعض، والعادة أنتم مو بكذي. إيش فيكم؟ إيش اللي بينكم؟ إي والله الحين هذا الموضوع، يبا ماكو شيء عادي، يبا أنا وحسين إخوان، ترى نطلع ونروح ونرد مع بعض عادي، إخوان بالنهاية. لا علي انا هالسوالف؟ يبا ماكو سوالف، شفيك انتي خلاص اهدي. والله ما حد بشي براسي غيرك انت واخوك. لا والله ما حد بشي براس اخوي غيرك انتي، ما ادري شفيك اليوم. وبعد شو اخبارك؟ أسماء أختك شلونها؟ لا كنا وين وصرنا وين، الحمد لله صارت أحسن من قبل بوايد. الحمد لله، الله يقومها بالسلامة إن شاء الله. آمين يا رب. وبشرك أنا خلاص راح أستقر بالديرة، استلمت شهادتي وراح أبدأ بكل المشاريع اللي كنت مخطط لها من زمان، أتوقع أن هذا هو الوقت المناسب. ما شاء الله عليك، كملت الدكتوراه وعندك مشاريع، هذا شيء ممتاز، الله يوفقك، صدق تستاهل كل خير. تسلمين يا أسرار، طبعاً أنا تحت أمرك، أي شيء تبينه أنا موجود، لا تنسين أني أنا ما أخذ شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، يعني أي شيء تبينه ما يردك إلا لسانك، وأنتي عارفة قد أنتي غالية عندي. لا خلا ولا عدم، صدق ما تقصر. تسلمين يا أسرار، وهذا كاتي، دقي علي في أي وقت تحتاجيني فيه. مشكور. والحين لازم أستأذن، أشوفك إن شاء الله على خير. حياك الله. زين يعني ما قال لك ايش يبي جاي؟ حبيبتي قال لي انه بيستقر بالديره، عرفتي؟ وسمع عني اخبار حلوه، فتقدرين تقولين ان الاجتماع كان شبه رسمي. شبه رسمي؟ حبيبتي ترى انا مها، ايش فيك قاعد تشذبين علي؟ اي حبيبتي اجتماع رسمي شنو؟ ليش تشذب عليك اصلا؟ يعني ما فتح معك الموضوع ها؟ اي كذبي كذبي كذبي. لا حبيبتي ما فتح معي الموضوع، بعد ما توقع يفتح معي هالموضوع مره ثانيه لاني رديت اخر مره تدري. على مين تلعبها؟ لا حبيبتي هذه اصلا القعده الاولى لازم يمهد، اول شيء راح يجيب لك قهوه، بعدين يجيب لك شاي، ها تبين تحلين؟ اي راح يجيب لك فوندو، بعدين يجيب لك كاكاو، عارف حركاتهم؟ اي 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 عقبها هني الصجيه راح يفتح معك الموضوع، وقولي مهما قالت.
انا اموت واعرف ايش دخل الفوندو بالموضوع يعني. هذا 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 سبب دمار البنات. هذه البنيه على طول تبين تقنعينها بشيء بلا فوندو بعدين على طول قولي لها الموضوع. قولي عافيك بس 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 صدعتي راسي وبعدين انت وراك عرس انت عروس ايش قاعد تكلمين عنه؟ عارفك ما هو اذا نسيتي عمرك دفاشه الدنيا تطلع ديري بالك. انا خايفه انا خايفه ما ادري شلون راح ادش على اغنيتها بالسعد. خايفه ادش عليها وانا قاعده امدح واسوي شيء. يا ربي يا رب شلون امشي على الاغنيه؟ شلون امشي عليها؟ امشي عادي خليك انثى طبيعيه راسك فوق شايفه نفسك على العالم كذي يعني. شنو هذه حركات عروس؟ انا خايفه من موقف واحد لما يدش علي عبد الله شنو اسوي؟ اطالع ولا طالع الارض ولا اسوي نفسي مستحيه ولا شنو اسوي؟ ما ها خلاص عاد انا انسانه وراي لويا يتوني خالصه مكياجي وراي حمره بروح اسوي شعري. ركزي خلصي شغلك بسرعه. تصدقين ترى انا من امس نايمه بالصالون وما عرفت اجهز للحين. طيب لا لا اسرار 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 ترى راح اطب الحوض واخرب عليكم العرس. هلا يبا اي بالحلاقه انا قاعد اخلص بعد لازم اجهز يبا. يلا بس لا تحاتي لا تحاتي ما راح اطول انا. يلا سلام سلام يا محبوب تكفى ابيك تطلع مهارات الحلاقه اليوم كلها فيه. حاضر يا عبد الله وراح اضبطك تضبيط. هذا يومك. ها شروفه سمعيني مو متين اليوم. اي حبيبتي ان ما جيتي والله ازعل منك. كيفك تبيني ازعل؟ ماشي حبيبتي اوكي انت لاقى بالصاله اوكي يلا باي باي. هلا ابو خالد ها كل شيء اوكي جاهز؟ اي واللي عافيك ترى انا مسويتها مفاجاه. اوكي يعطيك الف عافيه ما قصرت. مع السلامه. ما قلتي لي عرس منو بتروحين اليوم؟ عرس وحده رفيجتي معي في الدوام. ايش دعوه؟ وليش ما قلتي لي اروح معك؟ لا انا ما توقعتك بتيين ترى اليوم الخميس واليوم عند عمتي هدى. الدعوه لها صديقتها. انت شكو تروحين ترزين وجهك احد دعاك؟ واي يا جاسم اقول خلينا من سالفه العروس. ما قلتي لي فكرتي في الموضوع ولا لا؟ خلاص يمه كل يوم نتكلم بنفس السالفة. يعني شنو خلاص يمه؟ بعدين معاك ترى ما انت ياهل. يعني كل ما يالك احد قلتي مو عاجبني مو في بالي. ترى انت كبرتي يمه. انت تدرين ان الموضوع نهائيا مو ببالي. سامع بنتك شو تقول؟ ايه سمعت لكن شو اقول؟ ما اقول غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف هيبه البنيه ما نبي نجبرها خليها على راحتها. اسمع شو يقول. انا بغيتك عون صرت علي فرعون. هذا رابع ما ادري خامس واحد ترفضه. انت بعدين معك اذا في بالك واحد قولي له يتقدم ما راح نقول لا. عواطف شو الحكي هذا؟ انا اذنكم. شفت بنتك شو تسوي؟ شو الحكي اللي قاعده تقولين انتي؟ هذا كلام ينقال حق البنت؟ علامك انتي ينيتي يا عواطف؟ بعدين ما نبي نجبر البنيه كيف هيبه؟ تختار اللي تبيه، لاحقه على الزواج وهموم الزواج. اي والله هذه غير شغله هذه، بعد البنيه وين في قاعده؟ قاعده بالشارع، مو قاعده ببيت ابوها، معززه ومكرمه كيفها؟ ايه بس ابوها مو دايم لها. اي فاولي؟ فاولي علي بعد فاولي فاولي. بسم الله شل عايلك لا تتحلطم. شريف اي هلا يبا. لا تضايقين حبيبتي ترى الكلام اللي قالته أمك مو من قلبها ما تقصد. كل أم ودها تفرح ببنتها وتشوفها عروس. صدقيني أمك تحبك.
تحبك من قلبه ولا تكرهك. انا عارفه يبا، بس انا مو في بالي الزواج الحين. انت يرضيك انا اسوي شيء مو مستعده له؟ واذا عن نصيب ما رد بيه. لا يبا والله ما يرضيني، ما يرضيني اسوي شيء انت ما تبينه، ولا حد بيخصبك. انت عارفه معزتك وغلاتك عندي، من بنت اخوانك كلهم انت عارفه مكانتك عندي، والدليل اني خليتك تختارين وظيفتك ودراستك على كيفك. يلا عذك زين، ما احب اشوفك كذي مبوزه. خلاص عاد يلا في اللي ها ان شاء الله يبا. زي حبيبتي يلا عاد انا خليك تستعدين حق العرس. هاي باي ان شاء الله يبا. ان شاء الله يبا. عسى الله يخليك لي يا يبا ويطول في عمرك. احسنتي. عشت وشفتك محرس يا عبد الله. بعد شبدي عمتي الفال حق اسرار ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يا رب. يلا يبا يلا. يلا. منصور ايش فيك مستحيل؟ خلي على راحته تجهز. كابو جاهز مو جاهز انت؟ جاهز انا ايش ناقصني؟ خلاص. وانتي متى بتروحين عند الحريم؟ انا ناطره شوق واسترجع من الصالون. انا ماني محتاجه اروح الصالون، كل شغلي هني بالبيت. عمتي انت لو تدشين عليهم بالعرس بهاللبس راح تسكين على البنات الموجودين كلهم. انت يا صنطول عمرك حلوه. حيارتك. انزين يلا خلصوا، لا تاخرونا عن شغلي. بس بغيت اسالك. ما شيكتوا عليها؟ اخاف ناقصها شيء، شيات خلاص سوالف حريم، انا ما ادري ايش السالفه. لا تخاف، ما مو ناقصها لا شيء ولا شيات، اسرار معاها. الله يعطيك العافيه. يلا توكلوا على الله، تاخروني يلا. يلا 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 بسم الله. صراحة علي أنا يا حميد اللي معتمد عليك، بس هي أنا عليك. والله مو طبيعي. وش سالفتك يا حسين؟ صدق يعني شكلي حلو؟ اي من شكلك. الله يبارك لكم حياتكم الجديده يا عمري. تصدقين عاد؟ انت وعبد الله باقين على بعض. صدق؟ يعني ينفع يكون ريلي؟ ينفع نص بعد. اي مو انا احلى منه. لا احلى منه اليوم بس احلى منه. لا عاد. مو كنا امي وشوقو تاخروا؟ اي بلا، ما ادري دقي عليك. شنو هذا؟ شو الجمال؟ مشكورة. توني قاعدة أقول وينكم تأخرتوا وبعدين شزين؟ شال حالات؟ شال لوك؟ عيل عبالت بس أنت اللي تعرفين تشخيل. يا ربي وأنا أقول طلع على مين؟ طلع على أم الزوغة. أبجورة أنا؟ أنت أحلى أبجورة بالمكان، منورة الدنيا كلها. تجننين حالاتك؟ يلا إيش فيكم؟ بتوترة. حبيبتي يلا يلا بس لا تأخر يلا. لحظة لا توهي. تعال خلنا نصور سيلفي اول بعدين يلا يلا عشان ما تتاخر. لا تتاخر خلاص. لحظه خل العروس هي تاخذ سيلفي. يلا يلا عن التوتر. ها خلاص يلا يلا كلهم بس مو بزين حق عبد الله بدي زي ما موتر. يلا ما تاخرت عشان لك يا اسرار. حبيبتي مشكور اجمعين يا رب. هذه امك صح؟ امي
بعد شويه خليك تعرفين عليها. لا عفية يا صغار، ما بيها تعرف انا بنت جاسم، مسكينه خليها مستانسه. على راحتك. ايش فيها رفتش متوتره؟ بعد تدرين ليله عمرها ونويا وضغط وكذي، فمرتبكه شوي وخايفه. الله يهنيهم يا رب. امين. شروفه مشكوره لانك جيتي. أنا لازم أمشي. إيش دعوته والناس؟ معلي حبيبي ما فيني أتأخر. زين قلت على الأقل للعشاء. معلي يا قلبي. ماشي يلا على راحتك. مشكورة حبيبي. مع السلامة.